يا بارد الوجه، يا بارد الوجه. دوام يوطي يوطي دوام يا بقعة. أنا محتار، أنا محتار أركب على جنبي اليمن ولا على اليسر. والله على سنك يا أبو سن، على سنك ذا اللي ما شاء الله بدل البرمات. سني جاب كريستينا يا حبيبي، ريح أخف علينا كريستينا، أخف علينا يا ديبان. ريح ريح شوي فلفت، ما جاني ولا واحدة. أنت تقصدني أنا؟ يس يس يا شو يا الدنيا أبو سن. لا الحين صرنا حنا أنت مالح أبو سن. أبو سن مرسم مع الصبح واقول بتكي شويه بسحب على الدوام. وش معناتها؟ استناك يا قلبي، ابيك تخق معي انت. بالله ابو سن خقيت عليك، مو بزين. ابو سن دقيقه انت طلعت على امريكيه تقول ديوسه سويت فحل عندي، انت سنك ذا يا اكرم. انت تكلمت امريكيه ما تفهم عليك، مسوي فحل ترى جايب على سطح. انتبه خف علينا يا والله ما شاء الله صاير مره حاط على كتفك داخل اليونان. لا لا والله جايب السطح بلا كذب. طيب تعال، شلون حبيت هذه او شلون خقت معك؟ ما لح هي ما تلوم، اللوم عندي انا. عطنا اللوم واحد وسيم اي صح، حقها جست معها. فنظرت عيونها الزرق صدفه صدفه، كان الموضوع صدفه صح؟ يعني رايح لهاشتاج امريكي انت؟ ايوه أصبر. العنم الفضاوة اللي فيك. اوكي فضاوة مرة حقك. سولفت معها شوي شويتين فدخلت قلبي، ما اقدر اردها اقسم بالله. سبحان الله، اثر اشوف من الدين يجيك فجأة، فهمت؟ طيب ما تفهم انت في الحب، ما تفهم انت زواج مرة زواج تارك لك الحب انت. طيب وانت لابس ثوب سبعة رحت صرحتها؟ ايه زحضان يا ليت عشان تخلق تعرف يعني. طروت صح. ايه عز عندك سؤال انت ابو سن. اوه لحظه تخ الدوام دوام. يلا خلاص سولفت معي واعطينا كوتي. يلا حبيبي. لا انا شربت حليب ايه حليب يا 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 ولا لا يا معيض ابو سن. ابو سن ما معيض ابو سن خبر ضعيف بيروق. اسمع يود خبرك تدق علي في القسط يوم نسالك تدخن ولا لا تزمن السيجاره. ما شاء الله يا مال فرق العين. الدنيا دواره يا ايش دخل الدنيا دواره؟ هذه ما لها دخل. احسبي مثال زين. طيب بلا اسلم الحين شلون تتواصل مع كريستينا؟ نتواصل عن طريق السناب شات وعن طريق الانستغرام وعن طريق التواصل الاجتماعي. تدري ان كريستينا طلعت بالمدينه نفسها اللي انا مبتعث فيها؟ فيك تناظر. اي والله بنفس المدينه اللي انا ادرس فيها ترى. وان شاء الله انها بتصير نفس جامعتي، وبكره بصور لك سناب انا وياها نسولف واعلمك. انت خلك في الرياض. ايش فيك قمت تتلوى اني ياني وياك تقربه وخل يعني قرب كويتي قرب كويتي هذا وطلقني جاسم. خليني اطلقني جاسم وانا جاي بكره يعني وبسولف مرحومه مرحومه ولا دخل لكن عيال ولد لا عن ام الورحل. طيب اسع. لا والله شوفني انا قبائل. اسمع يا ولد، خلي القبائل على جنب لا اسطرك. اسمع هو تبطي ما تسطرني سطرني بس لا تجي كريستينو. اسمع ابو سن والله العظيم عطني هديه واخذها معي وانا رايح اوصلها لها. خروف كذا عشان يخروف الله والسيادة. ليه يعني انت الحين انت خروف يعني؟ لا انا خروف لها هي بس لك. لا لا هي لها والله لو وصل الهديه والله حلفت بالله اني لو اوصلها ليدها اقول هذه من ابو سن. ما يبيك توصل لها ولا تقرب لها ابد. علي الرجال قام يتلوى علي. ايوه ايش؟ عطيها تقدر. والله العلي العظيم يا ابو سن، وانا احلف اني لو وصلها لكريستين يدا بيد.
يا دبي. لا 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 شغل نتفات يا ولد، ترى الكيابل كله. لا لا ما عندي ما عندي الايفون وتوديها تقول هذه هديه مني لك. لا لا فكنا. اسمع اصور لك، اصور لك سناب ونعطيها الهديه، اقول هذه من ابو سن. لا ابي منك حاجه. طيب ابي منك حاجه. ها انتفها في شنطتك وجيبها لي. تكفى طالب. اسمع اول شيء كم عمرها؟ ما ادري والله، الظاهر 23 24. معلك انزلي فيها، معلك فوق 21 بسولف معها، تحت 21 والله ما سولف معها لو تموت انت وهي. لا شوف، خل هاي طول عمر قل ابو سن يحبك، وقل ابو سن هذا ايش اسمه يريد اللقاء بك ويجمع مهرك عشان يريد شهر. ترى هي ترى مهور عنده بس اسمع هي ترى هي ما تتزوج الا بكنيسه. كيف كنيسه؟ ما يتزوجون الا بكنائسهم. مكنسة بخشمك يا ابو سن. مكنسة تكسر سنك. ايش يعني هي؟ وش صندقه وتعبدون بها. المسجد حقهم. مسجد عندنا مساجد واجد. يا ابن حلال مو مسجد، يا ابن حلال كنيسه، الكنيسه حقتهم اللي يجي يسوون كذا ترين ترين ثلاثه هذا. استغفر ربك استغفر ربك. لا في اطفال. لا اطفال. مسوي يا رجال على الاقل الاطفال يركضون على راحتهم، يكونون على راحتهم قروش يا دوام. يلا 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 وراك. لا انت واضح انك تطلبني حاجه من اليوم، تتفلت علي انت ابو سن. لا تخليني التفت لك ابو سن. ابو سن والله شوف شوف حاجه ترى. شوف والله التفت لك ابو سن. اسمع 435 شهر 4 يوم 9 يوم الطقطق علي ترى ما نسيت. انا ما طقطقت عليك ابدا. اي ابو سن ابو سن والله اعلمك نظام البنات الامريكيات هناك، اعلمك اشياء تحققها والله تزبطها. اي انت امريكي عمريكي صح؟ أنت أنا عمريكي، أنا عمريكي 4 سنوات وأنا عايش معهم. ها سني أسألك إيش دخلك أنت؟ شخص علي. علمني يا ولد أنت، أقسم بالله مخمس أطير سنك يمين، أصبر شوي أثقل. لا سني لا هد. أسمع أسمع أسمع، أول شيء ترى ما يعرف النظام الثقل. نظام الثقل نفس بناتنا وأثقل عليها ما يعرفه. لا أنا خفيف معنا خقل. ها؟ أنت وراك ما ترقد. انت الحين وراك ما تركض من مكانك. تلذع ذيبان. لا والله يا ولد بس والله حماس انهرج في كريستينا حماس يعني. طيب هد الوضع، هد اركض من مكانك. ابو سن كم؟ ابو سن والله صدق اختلفنا ذاك اليوم في عمرك، كم عمرك؟ 20. صدق والله؟ اي والله صدق. اي والله متخرج من الثانوي؟ استغفر الله 19 بقالي شهرين ولا 3 شهور كذا. 20 تخرجت من الثانوي؟ ايه متخرج. يعني انك وغد، يعني انا لو متزوج كان ولدي هو اللي يسولف معاك مو انا اللي يسولف معاك. جرحتك صح؟ شكليا صغير وعمريا وسط لكن عقليا فوق 60 سنة. بلا فعال، احنا بلا فعال يا ولد. ايه بلا فعال. يا ولد والله العظيم شوي تصقع جدار اللي وراك. اركض اركض اركض. انا قمت اتلذع معاك، قمت اتحرك، انا ما ادري ايش جاني. اسمع. لا التماس. هي والله صدق تحبها انت؟ والله لو اهرج لك من البكره اقسم بالله ما يوفي في حد. اهرجي جيل ما يهرج غيرك. اهرج انت صاد والله تخرف انت فيها دايم يا وجه. تحلم ولا تحتلم؟ يا ولد لا اتحلم يا وصف اتحلم. اي اسلم اتحلم انه يطول عمر الروح اللي في ممشى متعين غير جايتني تركض. ايوه تركض على البطيء. ها اي وضمها قدام العالم وتشقلب انا وياها. تضمها وتشقلب انت وياها. انت متشقلب بليه والله يا ابو سن. انت لو ضميتها انت على طولك هذا، لو ضميتها ضعت بصدرها. لا طولي زين معلك. اي طولك زين. ها والله طولي زين والله. لو اسمع انا وياك طول اطول منك. اسمع اليوم 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 لا امرك واخذك بروح البسك لبس كويس عشان لا جاء البث الثاني تطلع لها كاشف. من انت صد؟ انا. اي انت من انت؟ من انت صد؟ اي من انت؟ كيف جيت القصه اصلا؟ انت كنت فاقد وصحيت يعني وش السالفه؟ لا صد من انت والله صد والله معليش يا اخي. ليش من انت؟
تبي ترد حق تال الولد؟ اخوي بالله انت من انت؟ انا ايه انا اسمي عز وهذا اسمه دخدوخ. لا دقيقه والله ما دقيقه مره ما تعرف الاسامي والله مره ما تعرفنا عندنا نوتيلا الله يلعن النوتيلا اللي الله يلعن كريستينا يا معلمك النوتيلا الله يلعن كريستينا اي والله من بعد حليب وياك صرت نوتيلا يا ولد. اي ولد كريستينا حتى شوف شاري امس متعشي من ماك ماك دنلدز وقت الله يا ولد من امس الحين نفسي معك. اسمع 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 لا تفشلنا عند كريستينا. لا كريستينا فتني بشكل كذا. البس زين يا ولد طلع لابتوب سبعة وكاب وزاحف وين؟ زقنبية يا ولد تعرف زقنبية ما يغيرون. وشي؟ الزكرتية. زقنبية تو صغير لا كبر تعرف لا كبر تعرف. يقول زقنبية زقنبية. هذا عندهم. إيه زقنبية. وش معنى زقنبية؟ لا لا ذي والله ما أعرفها. والله صغير أنت يا ولد لازم أدشر كبوك يقال وش يقول لي أدشر ولدي فكنا يا لا ما عليك ابوي عادي ابوي عادي دشرني بالله دشرني اي والله دشرني يا طول عمر يعني زحفاشن يعني زاحفي. اسمع 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 بالله علمني كيف شبكت كريستين عشان انا بشبك بنت وانا رايح لامريكا. تكفى اضرب راسك الجدار وخلي سنتك تطيح تعال راجعني بعد اسبوعين وان شاء الله ضبط. يعني لازم سني يطيح اوه هذا منبع الجمال. خل حلال لو انك حولي والخيزرانة يا حلال وانت حولي ما احب خيزران شيء ثاني ثم انا لا والله الحول لا وانت حولي والخيزرانة حلال يا المرزبه ما احب خيزرانة يا ولد يا ولد خبر يوم انك تدق علي يا ولد توك صغير فطوط يوم انك تدخل علي قصة تسولف مستحي يوم انك كنت فطوط بعد يوم اني نومك انا شكلي صغير لكني ملاعي لا لا اسمع ابو سنه ابو سنه والله بقول لك حاجه والله اسمعني اسمعني صدق تفضل والله العلي العظيم اسلوبك جميل وفلتك حلوه والمود اللي داخل فيه حلو والله العظيم اتكلم جد وانت كنت تكلمني قسم من زمان بس فيك حاجه واحده مو حلوه لك انت للمستقبل لسانك امسكه شوي لسانك ايه لا تجيب العيد وانت لا مو من الزحف اجيبها من ورا تريلات العيال اجل ويش جيبها من خلك ذي بعد ما اعرف اقول لك قدام العالم بس انت انت اي من ورا تريلات مساعده تجيب يا لبيه ما اقول يا لبيه يا لا 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 تقول ديوسس وما ديوسس لا تقول ديوسس عيب ما قلت اصلا والله اني قلتها يا من علا الجدف والله اني قلتها تقول قله اي انت والله يا من علا الجدف انت اللي قايله اي انت اللي من راس اني تقول قله انا اي اجعد ديوسك اسمع يا ها تفضل حنس دوام الحين الانستغرام ما سبب لك مشكله صراحه اشوف ان مقاطعك ما شاء الله لا اله الا الله تطلع بشكل كثير من ناحيه وش يعني سبب يعني الجماعه احد قرا يا ولد حسست انه مشهور يا ولد لا في مقاطع لا ما نزلت له بس انه من ناحية جماعة معلية من حد من ناحية أبوي الحمد لله شاف المقاطع بس قال حشم لسانك واستمر استمر أبوي يروح الشبابية الحمد لله والله أبوي يروح الشبابية أقسم بالله قال لك استمر قال إي والله والله طفولة ثلاث ما قال الله شوف شوف كلهم خمسين والثالث عقاب وقال لا والله لا والله لا والله سألك عنها ولا لا انا قلت لابوي بتزوجها قال مارك لا زواج تقليدي صيته اي بس ما عليك انا طلعت لي حرم لا اروح لامريكا هذه ولا اشوف شو وضع كريستينا ولا تزوجها قدامها حلا واخذها طرف وارجع للسعوديه يا ولد ابكي عقب 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 يا الورع عقب حرم لا اروح عقب 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 لا تقبلوني انسان يحبها واول مره واحد يحب له بنت مزيونه تخبنوني يا اخي المفروض تقولون راح تزوج ابوك الورعان ترى هذه يا معيض الورعان تسجنك يا ولم ابك هذه نهايه تسلم لك ورع انت هذه تسجنك يا حيط تسجني ليه ملعونات والدين دلهم خلها تسجني بس اللي يسجن هي والله
ابو سن ابو سن والله العظيم ابو سن والله ترى والله الامريكات وافيات ترى والله من عنات جدف لا حب نحب إيه؟ من عنات والدين قسما إيه؟ بالله لا يزك إيه؟ انا انا اي ش... إيه والله يا ويل قلبي علي الحرق ما عندي اي لاف يو وفيري نايس وبيبي يا ولد وتلقف لك من هنا ومن هنا وفاك يو ما بدي والله انك صار تقول يا بزر يلي ما فيك ما يخطيك وما ادري ويش الله لا يبلغ حتى تشبه الاخوه والله والله ابو سن ابو سن انت هيثوني انا شكلي والله بطلع جيسيكا معي قسط وين ابكى والله لو طلعت جيسيكا انكم اي لكن لا 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 ها اخويتي كريستينا اشوى خليك خلاص اختها واختها امانه امانه عطر عطر دقيقة خلينا نحط جوالي صامت تزعجني الواتساب بالله قل اسمها قل اسمها من هي؟ أخويتك ألحب لا إيش اسمها؟ كريستينا إيش اسمها؟ صحيح يا كريست إيش اسمها؟ كريستينا إيش اسمها؟ أليها أقلت هوا الله يسعدك يا وسن الله أنك ذيب أنت ذيب أنت ذيب بس أنك تحت وايد أنا لا والله ماني تحت وايد الذيب تحتاي لا والله لا أجل والله اجنبي في مراحل غنم لا والله هي وحده من الثنتين ايام ما اخترت يعني من لا والله يا ابن حلال شايفني سبك توقع علي يا ابو سن والله ما ادري اشوفك حضري قلت خلني اسوق على لا شايفني حضري ها هذه ملحك ملكه حتى البدو يلكحون والله 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 يا ابو سن قسما بالله اني كنت اروح للغنم وسوق الوايت وانت ما طلعت من بطن امك ورب الكعبه علي الحرم انك ما تعرف تسوق الوايت خل عني سكوتر وطقته خل الوايت يا ابن حلال يا ابن حلال الوايت يعشق الاول وين الاول وين اي علمني لا لا خلي السوالف ها يعشق الاول وين ها ايه لا انا انسان مؤدب لا انت انسان منحرف انا انسان مؤدب لا تحرفني معك لا ماني منحرف اتعرف انت والله العظيم لا جيتني ركبنا على الوايت ما عليك اعلمك كيف يعشق وكيف ينتع وكيف معك تعلمني وكيف يتفتف بعد يتفتف الوايت ملعون بالله انت عندك التفتف لا عندي التفتف لكن والله عندك انت اسوي لك ايه عد والله وايت دوام اتوقع اتوقع الوايت حق الوايت حقي ودخدوخ ما يتفتف الوايت حق تختوخ الله لا والله والله انه يضرب على طول ما يتفتف مجربه ها جربت الوايت حقهم حق من يوم يضرب على طول حق من الوايت حقي اي والله مجربه حق تختوخ لا والله ما جربته لا والله ما جربته بس استراك انه يضرب على طول والله اتوقع مع خويي ونفس المود يضرب على طول يا ولد بالله يا ولد بالجبهة وش فيه يا حيوان يا حيوان خلاص يا حيوان وش فيكم تضحكون ما نضحك على شيء يا حيوان بالله بالله لحظة 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 عز عز لحظة الساعة كم حبيبي والله هو صادق الساعة كم الساعة كم الساعة 8 اي والله الساعة 8 ونص وعندك دوام والله مالك داعي والله مالك داعي والله العظيم قطع رزقك قطع رزقك والله العظيم وعيالك اي والله ومديرك وهذا والله صادق رجع صادق اللي فايضيه اذنوا بالبينا كافينا يا خلاص يا بابا الدنيا الدنيا يلا روح شوف من كثر ما هي الدنيا من كثر ما هي الدنيا وسخ من كثر ما هي الدنيا وسخ ابو سن يقول لك الدواء اللي بيروح الدواء شطوري شطوري الدنيا وسخه ادري يا دخدوخ والله حاس فيك ابو سن يقول لك الدواء راح يلا هيبا هيبا خلصنا شاطر شاطر وسخ الدنيا يلا دوام دوام والله وسخ الدنيا يروح الدوام الصبح والله قوي قوي أيوة يلا رح أيوة رح ان شاء الله ان شاء الله افطر أيوة أيوة ابو سن يا عايز دخدوك يقول على تبن ها يلا دوام يا الله يا كريم يا ربي يا حبيبي على لهجتك انت يا ربي يا حبيبي يا ربي يا حبيبي انا اجحفلك هالكريستينا يا ره 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 يا زين يا شين التمال على البقر يا الله يا كريم يا الله يا كريم ابو سن ابو سن يا
ها بعد انت لا تسوي لي فيها ترى شوي المدرسه جايه حد وضاعك ترى ما بقى لك الا شهر مسويها انت الحين اقول امريكا متى تروح لها بس ايوه يغترب يا اروح يكتب في السناب عندي ما ادري ايش اسمها اللي يسمونه اختبار بس انه بشيء ثاني يما الفرق العق وانا بين ربعي الحمد لله وبين اهلي ونوم وتسدح وتبطح الحمد لله لا دوام ولا مدرسه ولا هم يحزنون اما انت تروح ايه تغترب ابو سن اضحك عليه دختوخ اضحك عليه امريكا ابو سن ابو سن عز الله عليك عشان الدوام عز الله لا صور اشهد بهذه والله انك صاد عز الله اني لا صور أيوة اصور لك سلام مع كريستينا شهاده واخرتها يجي بشهاده وجندي اول في الحرس لا استفاد لا كذا ولا كذا الجوال يدق دقيقه بس نخليك على جنب مثل اللي يقول يوم انا صغير في المدرسه طموحي ولا صير طيع لا والله ابو سن دقيقه ابو سن هلا والله دقيقه يا وحش اسمع صاحي جاي الطريق اقول اركب او كلا ما والله ما تطلع من عند الرياجيل تروح عند الحريم عقب يورع علي الحرام اركب ما اطلع من عند الرياجيل واروح للحريم لان استاذ من الرياجيل ان كانها عن الطيب طيب كفو تامر شيء تصير رجال سلام عندك دجا يا الله يا رب يا كريم ان المدير يصفقك تروح اسمع يلا يا ابو سن ويعطيه ان شاء الله اسمع 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 يعطيه اسمع اسمع عشان بلعب معك لعبه اصبر اصبر بلعب معك لعبه اصبر تبي شيء يا حنس الله يسعدك يا دختوخ لا تزعل ويسعدك لا والله الناس اللي مالح يشين انت مالح درينا نظاراتك عم امارك يا ولد هذه نظاراتي ترى شفت النظارة هذه ايه هذه تأثث على الغرفة اللي انت جالس فيها كيف يا رجل ما هي من هذه علي الحرام طرواط هنا 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 طرواط تبيها هياط تبيها هياط هياط شفت النظارة هذه تخليك تسحب على الدوام تعشيك سنتين ديك الدوام الله يسعدك يا ابو سن لا عطني عطني هذه عطني وانت بنتبه على نفسك لا تسبب لنفسك مشكله والله ابشر ابشر بس ليه تلبس النظاره وانت ما طلعت يعني بتعلمني انك لو عندك نظاره كذا لا قبل 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 لا تدخل يونا وانا لابس النظاره من الصبح تبي شيء واضحه واضحه الله يستر عليك واضحه واضحه الله يستر هذا كلام الأمريكية حسب الناس داخل اليونان عشان بنات سرده لا أكمل على سنة الثاني بس رح واضح تمال حتورينا غمزاتكم يا أخي حق أنا حق لي عادي يا أخي اسمع يا قلبي لا ما يحق لك وإيش يحق لك به أنا حق لي عادي أنا وإيش يحق لك به يحق لي بكل حاجة لا يا رجال كاسك هذا الله لا يبلانا شريعة أخذ من الجنادرية معطيك هدية شرفك ايش عرفت ابو سن والله والله يا ابو سن ماركه ابكي يا ابو سن والله اني انصلعت يلا يا جماعه نستودعكم الله السلام عليكم والله اني انصلعت الله يستر عليك اذا قدرت استاذن نرجع وين استاذن والله عندي شغل ان قدرت لا عطني هذه هذه جبها ما معي الا سجارتين والله يا حلال دخانك معك يا ايام يا ولد يا ولد اركد 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 يا ابو سن اركد 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 ابو سن ابو سن اسمع تعال تعال خلنا نلعب انا وياك لعبه وش اللعبه وش بفكنا من الاحكام يلا لا نبيها بحكم احكام احنا جالسين اما نقوم يا ولد قرش ايوه ايوه تمام كنت بقول لك الحكم من جالس والحكم وانا جالس انت تسالني سؤال وتبيني اجاوبك يلا 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 وش تبي نلعب يا واحد اه واحد اثنين ها واحد اثنين يلا من واحد لاثنين من واحد لعشرين واللي يقول عشرين من واحد فايز. يلا من واحد لعشرين يلا يلا اللي يقول عشرين ايش فايز فايز يلا فايز واحد فايز ناصر ها ها استقبل استقبل والله ما حد تعودها والله العظيم انت منفس والله انت منفس لو انت ما انت منفس هي الضحك نعم يا ابو سن نعم نعم والله يا حيوان يلا 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 ابو سن يلا واحد اثنين يلا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 14 14 15 16 17 18 19 وانت الفايز وتفضل بسم الله
كومنتات اعطونا الحكم على ابو سن. راح فيها ابو سن خليها اكل النوت اللي معه. تكفى مع النوت اللي خليه. لا 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 اصبر. بين وجهك بين وجهك. خلنا نشوف وجهي ابو سن. لا والله. اسمع اسمع ابو سن. ها ها. شوف عشان اكون كويس معك. بعطيك ثلاث احكام. زين؟ واختار واحد منهم ونفذه. يلا. يلا. يا عيال اعطوني احكام يا عيال. تكفون. ذبح. تكفون يا ذيابه. عيال اللي ما سوى فان علامة الموجب. اللي تبغى. طيب. يا عيال اللي ما سوى فان علامة الموجب خليها صح. اللي ما سوى شير يسوي شير. ارحبوا طبالين. سنابي انا AZOOZ1409 انستغرامي نفس اليونان. واحد يقول خليه يحلق شنبه. لا اصبر اصبر اصبر. شكلك شارب شيء ما تشوف زين. والله انك صادق بهذه علي حرام. على نفسي عادي بس ما حد يذب علي انت بنفسك. اقول لا اكثر واصبر. امون على نفسي ايش تبي انت؟ والله ابو سن كمل بعد. ها ابو سن اول طلب هذا مني انا وبعدين طلبين من الكومنتات. يلا اول طلب تمثل لي كذا قدام الكام كذا تمثيل ان كريستينا خانتك شو تسوي؟ يلا كريستينا خانتني شو اسوي؟ لا اصبر اصبر خليني بعطيك اثنين وبعدين اختار اللي تبي. امشي فيها كريستينا يلا اصبر. ايه شو اسمه؟ تدهن وجهك بنوتيلا. شفت النوتيلا اللي جنبك تخلي وجهك كله نوتيلا. لا 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 ابك 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 اصلا اسطرك مخمص اطيح سنك. خلني اقول لك خلني اكمل الثلاثه ثم اختار اللي تبي. بس انت علامه كنت ما تفهم اصبرني اهم شيء تشيل لك عظام. لا لا والله عايش. يا كم تشيلني عظام تشيلني عظامي والله تشيلني بس كل تبي انت تقول لا والله خلاص يا خلاص يلا يلا ها طيب الثالث يا طويل العمر تدق على كريستينا واعطيك انا كلام انا الكلام اللي اعطيك اياه الحين تقول لكريستينا شغل كياب لا 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 بسوي اول واحد يلا بسم الله عطنا خانتني كذا وحزن انا وابتي يلا اوكي يلا جبرح. هلا أنا ما اسمع شيء ما اسمع شيء اصبر ترى ما اسمع يلا اوكي روح ما اسمع ما اسمع اصبر ابو سن نبي اغنيه يا ابو سن طيب اسمع انا جاي هالحين من الدوام جاي هالحين طيب من الدوام تعال تعال يكلم ها تعال تعال ها معك جوال ثاني لا لا ما يمديك تحط انا بحط لك موسيقى يلا اصبر دقيقة دقيقة أنت ما أدري وش تقول مير خلنا نركب السماعة نفهم وش تقول أنت حتى لو أركب السماعة ما أدري وش تقول ألو أبي أحط لك أبي أحط لك موسيقى أغنية يلا يلا دقة 99 يلا دقة 99 أطن... أصبر أصبر عطنا وين اليوتيوب لا لا يوتيوب كل واحد عاد ودي أحزن لي يومين ودي أحزن معك أكتب أصبر 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 لا لا تبدأ لين أقول لك ابدأ اللي حلق له الديرتي غلط طعم ويعرف حلق له أقول له أكثر وبدأ التمثيل بس بنغالي ألو تركي هلا صح يلا أبدأ يلا خاص لحد يهرج لا لا يطلع صوت عالي يطلع صوت عالي الصوت واضح يا عيال صوت الموسيقى واضح What you No Please No قلبي
نو كريستينا لا. حبك حبك من قلبي حبك يا كريستينا. ابو زن يا ابو زن في قلبي الحين يعني بنت الحين انتهت قصه حب كريستينا لابو زن اقول قمقم والله لو حطيت السكين اصلا في لو حطيت السكين لو طعنتك بالسكين السكين تسمم قمقم قم دي ذبه الحين ولا وش شاف علمني والله تقدر تقدر تقول ذبه اضحك زين طيب ها ابو سن الله الله يسعد الخشم قل امين امين ايش رايك انت في انا مسرح يصير كوميدي لا والله ساعد دراما طيب والله ذكرني ضامني اني طيار والله ذكرني فيه تعرفه لا والله بسلامته هو شنو هم الرجال كبير عليه كبير عليه طير كويس عام شرواك شروك اللي ماني بقايل عان ها عانيت تأخرت معي ما تحس انك اي والله طولت صح عطيتك ادري ادري والله اي والله وقتك ادري قصير اي والله انا داري اشكرك والله على الوقت هذا وانا ما بشاكل اي والله اي والله وانا انا اسف علي طالع ابو سن اخوي ابو سن اسمع 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 الشعب الراعي المواطنين اسمع عادي اسمع اسمع لا اصطركم خمس طير كنتوا غترتك اسمع ابو سن ابو سن ها ها اسمع يا اخوك والله اني خابرك من زمان من زمان الله يسعدك ويوفقك والله العظيم امين امين وياك ها يا محل اصبر لا اسطرك يعني الحين انك تمصلح معي كذا لا حبيبي اسمع يا ابن اسمع اسمع انت بين نفسك امسك لسانك عن بعض الكلام انبسط في الام امها خذ راحتك الله يوفقك ان شاء الله ان شاء الله انه باب خير عليك ان شاء الله تصير اشهر مني يا ابن الحلال اشهر منك وقبل لا تطلع من بطن امك بس امسك لسانك شوي وانتبه لنفسك وبعض الكلام ترى ما له داعي مو لازم تقول كلام عشان تجيب متابعين وبالنهايه ترى انت اللي طيب لحظه من انت يوم تعلمني هالحين من انت انا اعتقد اني والله واحد اني واحد يبي لك الخير تبي لك خير اي والله نصيحتك على العين والراس يلا تبي شيء ابكي يا ولد انت انت ورع ان كنت تدق علي في اليوناف يوم من الايام تدخل معي قصه ترجاني اسوي لك شير يا ملعون الجدب انت الحين بعد تشوف الدنيا شيء الله يلعنك ويلعن اللي ينصحك تقلع تقلع لا اقسم بالله اقلع 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 انت اقلع انت كريستينا ارحمها انت اقلع اقلع انت كريستينا حقتك قبلي لا انشهر اكثر منك ما جارت ما جارت ما جارت الا من كريستينا ولا وجهك وارد ما حد درى عنك صبغه لون ازرق رايح تركض ورا رايح تركض رايح تركض رايح تركض ورا بنت عقب عقب انت وياه يروح يروح للبلديات اللي في امريكا عقب ويسوي لي مطاعم يقول انا اكلت لحم خنزير بالغلط بالله بالغلط حركات تدري حدك على كريستينا تدري حدك كريستينا لو كريستينا سحبت عليك رحت ورا ضيعت الدنيا يا رجال انت 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 لو فيك خير ما اكلت لحم خنزير يعني ما لك شرها كافر استغفر الله استغفر الله لا يا بعدي لا لا تكفر لا تكفر لا تكفر ليه تاكل لحم خنزير لا تكفر لا تكفر لا تكفر لا تكفر ليه تاكل لحم خنزير ايش دخلك جاو اي كافر خلاص كافر لحم الخنزير كافر لا حول يا الورع اللي نشبنا فيه يا الورع انت من الورع ترى الشريحة صغيرة بس مفعولها كبير كانت لحم خنزير بالغلط لا والله هذه كنت أيوة. اسويها كنت اقول على ابوي كنت اقول لابوي بروح للدمام وانا اروح للبحر هذه واضحة ترى واضحة وروح الشمس كنت تقول ايش اقول كنت اقول لابوي ها بروح اخذ عمره ورحت وتروح وين للبحرين لا ما اروح للبحرين استغفر تدري الحين ما تدخل البحرين انت لا ادخل لا تعقب لازم تصريح على الاصفر ذا بالله النظام ابشر اخش أبكي. واحط طلول ابشر لازم ابوك يعطيك اياه ابكي تعقب انت تروح البحرين اي ابوي ناطف منه اوه صوت اليوتيوب
ما نتفت تسجيل الأهل. إيه. الله يا. هذا وش اسمه أنت وشلونك طيب؟ أزعجتني أبو سن. يلا يا أخي ترى والله عظيم خربت جوي. يلا توكل. يلا الوقت انتهى. يلا مع السلامة. وقتي. أسمع أبو سن الله يسر عليك يا بعدي. والله يحفظك يا حبيبي. تشرف فيك. وانت بين نفسك يا بعدي. والله يوفقك ان شاء الله في حياتك. وزي ما قلت لك لسانك شوي حرص عليه. ها ابشر ابشر من عيونك. يلا حبيبي تبر شيء. يلا الله يسعدك. ابشر بالدعم. ابشر ايش تبشر بالدعم بيض الله وجهك.